اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم شباب للخير. صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين من مصر ام الدنيا، قطعه فريده من ارض الكنانه الطيبه التي تجلى فيها نبي الله موسى وكلمه الله تكليما، والتي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. فامنا دائما لمصرنا ورخاء دائما لشعبنا، رخاء من رب السماء بلا عمد وامنا طيبا من الله الواحد الاحد. فبالأمن نبدأ حديثنا، وبالأمان نستهل كلماتنا، كلمات تضيء دروبنا وحكايات تسعد من حولنا، آملين أن ننال ثقتكم، راغبين عتما في عهدكم، عهد ينور قلبنا وعهد يحقق حلمنا، وحلم بأمن وطننا، شعبا وجيشا ورئيسا، ما أحد منهم يوما خيب ظننا. العلم، العلم يعني التعليم، يعني التقدم، يعني الرقي، الفهم، الوعي. فقرتنا النهاردة كان عنوانها قرارك صح. نعم أيها الوزير، قرارك صح، قرارك صح في فكرة عدم إلغاء الامتحان أو عدم تأجيل الامتحان. أنا واحدة من الناس طبعا شايفة أن أولياء الأمور، في نوعين من أولياء الأمور، في نوع مؤيد وفي نوع معارض. أنا طبعا من النوع اللي كنت معارضة في الأول، بس بعد ما فكرت وكده بقيت مؤيدة جدا للموضوع، موضوع عدم إلغاء الامتحان أو عدم تأجيل الامتحان. أنا شايفة إن أولياء الأمور النوع منهم المعارض بيبقى معارض مثلا لسبب واحد، إن هما مش باصين لمستقبل ولادهم. يعني كل حاجة عندهم مدورين إن ولادهم ينجحوا من غير مجهود، ينجحوا من غير أي حاجة، عايزين من الاخر يوفروا. في ناس بتبقى مدوره ان هي توفر وكده، توفر سواء مثلا الطالب مثلا يوفر فلوس دروسه، سواء الطالب يوفر فلوس مواصلاته كده، عايزين يوفروا. النوع بقى المؤيد لقرار الوزير، النوع ده طبعا انا في صفه جدا، النوع ده اللي هم بيدوروا على مستقبل ولادهم، وانا بأيدهم جدا وبحترم الناس دي جدا. مدورين على المستقبل، مش في دماغهم اي حاجه. دلوقتي معانا مكالمه الاول من دكتور سيد ظريف عطا، مدرس مساعد بقسم القانون المدني كليه الحقوق جامعه اسيوط، وعضو اللجنه العليا للانشطه الطلابيه. نتشرف بحضرتك يا دكتور لمشاركتك لينا، شرفتنا جدا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. عاوزين نستعرض مع حضرتك اهم قرارات وزير التعليم العالي بخصوص تأجيل الامتحان وكده. ايه هو السبب الحقيقي لرغبة الطلاب في تبديل الامتحانات بأبحاث؟ تمام فندم. انا في بداية هستعرض مع حضرتك اهم القرارات اللي اتخذها المجلس الاعلى للجامعات الفترة الاخيرة بخصوص الامتحانات وبخصوص تأجيل الامتحانات. خلاص أصبح أمر واقع، معالي الوزير أكد بشكل نهائي إن شاء الله السبت القادم بداية الفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات. تمام. بالنسبة للعام الدراسي الثاني، عشان التأجيل اللي خطر في الترم الأول، إن شاء الله هيتم مد الترم الثاني لمدة 3 أسابيع مبدئيا. بالنسبة لأيام الحضور، الكليات النظرية هيكون الحضور ليهم يومين في الأسبوع، أما الكليات العملية هيكون الحضور ليهم من 3 إلى 4 أيام. تمام. من الإجراءات الاحترازية أيضا تقليل أعداد الطلاب في المدرجات والقاعات ومعامل التدريب. يجوز أيضا برضه من الإجراءات اللي اتخذت في المجلس الأعلى للجامعات أن يجوز للطلاب المتخوفين من أداء كل الامتحانات التقاسم بطلب للاعتذار عن بعض تلك الامتحانات. طب كلمنا يا دكتور معلش عن القرار بصفة عامة من وجهة نظر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. تمام يا فندم، أنا هكلم حضرتك. بالنسبة للأول للنقطة الجزئية للطلاب اللي هم راغبين إن الامتحان يتم استبداله بأبحاث، أنا هرد على السؤال ده بسؤال تاني لحضرتك، بس السؤال مش موجه لحضرتك، السؤال موجه للطلاب. تمام. هل رغبتك في عدم الامتحان نتيجة عن الخوف من الإصابة بالعدوى ولا عدم الاستعداد الكافي للامتحان؟ هنفرض ان السبب هو الخوف من الاصابه بالعدوى
ولو اني اشك في ذلك، بس لا طبعا مش كده خالص. هما طبعا يعني لو خوفا من الامتحان ده، طبعا الجامعات والدراسه دي اللي هتديهم الشهاده، الدراسه هي اللي هتديهم الشهاده. هما عاملين، انا شايفه ان هي الكورونا مش سبب على فكره، انا شايفه ان هما ما عندهمش استعداد للدراسه، ما عندهمش استعداد ان هما يمتحنوا. بالظبط يا فندم. فانا احنا خلينا نفرض الفرض الثاني ان هم خايفين من الاصابه بالعدوى، هل الطالب ده ذاكر واجتهد وتعب ومهيأ لدخول الامتحان؟ بالتاكيد لا، لان الطالب لو كان ذاكر ومجتهد ما وتعب كانش وادى يشغله حاجه. اللي عليه ومهيأ لدخول الامتحان هيبقى حريص ان هو يمتحن. وانا بقول لحضرتك الكلام ده وانا كنت اول دفعتي، كان بالنسبه لي يوم الامتحان ده زي يوم عيد، بشوف فيه خطوه جديده في حياتي، بتقدم فيه خطوه لقدام نحو هدفي وطموحي، بشوف فيه تعبي ومجهودي ده بيتجسد على ارض الواقع. لكن فكره ان طالب متفوق يطلب ان هو يتم تقييمه بوسيله اخرى غير الامتحان، هو كده بيطلب ظلم، لان هو كده بيظلم نفسه وبيساوي نفسه بطالب تاني ما ذاكرش وما صح، اجتهدش وما تعبش. فكل طالب متفوق ومجتهد ومستعد للامتحان هيبقى حريص ان هو يمتحن. طب معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي اخذتها الجامعات مستعده ليها لمنع انتشار هذا الفيروس، وبالتحديد تمام يا يعني فندم. جامعه اسيوط بما ان حضرتك فيها؟ تمام يا فندم. بالنسبه لجامعه اسيوط، عندنا تحت رعايه الاستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعه ومعالي النائب الاستاذ الدكتور شحاته غريب، تم تشكيل لجنه مكونه من 100 طالب، ال 100 طالب دول متطوعين وهم طلاب الانشطه الطلابيه. تمام. اللجنه دي مهمتها تبقى موجوده على بوابات الجامعه وامام صالات الامتحان، هيكون مع كل مجموعه من الطلاب ترابيزه، هتبقى مع الطلاب كمامات وجهاز كاشف للحراره. احنا هدفنا من اللجنه منع دخول اي طالب الا لما نتاكد ان الطالب ده ما فيش شبهه ان هو مصاب بالمرض. تم توفير ايضا بوابات تعقيم امام صالات الامتحان، الالتزام بوجود مسافه 2 متر بين كل طالب، توجيه الطلاب ان كل طالب يحضر جميع الادوات الكتابيه اللازمه للامتحان عشان نمنع التداول ما بين الطلاب. تمام. جامعة أسيوط يا فندم أيضا عندنا بدأنا بالفعل في حمل التطعيم الأطقم الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى المدن الجامعية. على سبيل المثال، تم تعميم نظام الوجبات المعلبة المقدمة لطلاب المدن الجامعية. فأنا بأكد يا فندم إن الإجراءات الاحترازية إجراءات مشددة، ومفيش أي إن شاء الله خطورة على أي طالب بإذن الله، طالما كل طالب ملتزم ان هو بينزل من بيته لابس الكمامه ومعاه الكحول الخاص بيه ومعاه متعلقاته الشخصيه. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، نورتنا النهارده جدا، وشكرا لحضرتك. تمام يا فندم. النهارده طبعا عايزين ناخد بعض الكومنتات الطلبه قايلينها. مثلا في عندنا هاجر رمضان بتقول، هي عايزه توجه مثلا رساله للوزير، بتقول له هقول له انتوا عملتوا لنا توتر عشان كل شويه في قرار وبيتغير اول مره، نزلتوا الجدول خلاص، سيبنا بقى عشان نذاكر، عرفنا حدها ان في امتحانات، انما ترجعوا تاني وتقولوا ان في لسه قرار تاني خلاص، فده ان احنا نسيب الكتاب، اغلبيتنا ساب الكتاب وما عدناش بنذاكر. معلش يا حبيبتي يا هاجر، انا برد عليكي ان ده كله خوف عليكي وخوف على اولادنا، وبعدين الوزير كان مستني لاخر لحظه معانا، بيشوف اخر التطورات وبيشوف هل الاعداد زادت ولا لا، وبعدين الاهم من كل ده اخبرنا بتاجيل الامتحان وليس الغائه، يعني هو ما قالش ان هو ممكن يلغيه، هو اخبر بتاجيل الامتحان. في كومنت تاني من واحد اسمه احمد محمد بيقول، هي الناس دي ما بتفهمش، احنا مالنا ومال الجامعات؟ هي الجامعه هتعمل لي ايه لما اتصاب بالمرض؟ وكتير من الناس هتتصاب بسببي، في وسائل نقل الاعداد هتزيد فيها، يعني عدوى يعني زفت كورونا، يعني في طلبه مغتربين هيجوا يوميا في القطر، والقطر يعني من كل فيلم اغنيه. ويعني احمد معلش، انت دلوقتي عندك مشكله اللي هي مروحك الجامعه، معلش ما كانش زمان حضرتك اكيد يعني مش قاعد في البيت على طول، اكيد مش خايف على نفسك، يعني اكيد بتروح اماكن كتير وبتخرج، لو عندك مناسبه هتروح، واكيد وسائل المواصلات شغاله، اشمعنى الحته دي في حكايه الجامعه
اللي دققت عليها، الفكرة مش فكرة كورونا خالص ولا فكرة فيروس، الفكرة فكرة ان مفيش استعداد. انا شايفة ان مفيش استعداد للامتحان خالص، يعني حتى على الاقل الجامعة دي اللي هتاخد بيها الشهادة، يعني دي احسن حاجة ليك، دي اللي المفروض تعمل المستحيل عشان تروحها. في الشاعرة شيرين، الشاعرة شيرين لما حضرتك هتمتحن ما كنت امتحنتنا من الاول وخلصنا، ولا لازم نذاكر صيف شتاء؟ كل ده والله يا شيرين خوفا علينا. هو فعلا ممكن نكون ما استمتعناش بالاجازه قوي، بس بعد كده ان شاء الله يعني احنا ندعي ان الازمه دي تعدي على خير، والسنه الجايه ان شاء الله هنستمتع باجازتنا وكده. احنا لازم نستحمل لحد الازمه دي ما تعدي على خير. فرحه حمدي سالم بتقول قولي له ان بحبه عشان ما لغاش الامتحان، وهو كمان بيحبك يا فرحه، وانا كمان بحبك قوي. رندا الحريري بتقول ممكن كان يأجلها لحد ما الأعداد تقل لمية مثلا، عشان كل يوم 600 ودي الأعداد الثابتة، أو ممكن يعملها أونلاين. والله يا رندا بالنسبة لزيادة الأعداد أو قلتها فده مش في علم الغيب ده، تمام. النهاردة طبعا عشان الوقت استكفينا بالكومنتز اللي جات لنا، وان شاء الله تتعوض في حلقة جديدة، واستنونا بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم من برنامجكم شباب للخير، استنونا.